تشوفون الآن هذا طريق الشمال، وأنا متجه الآن إلى سوق المصلال المركزي، ونشوفها مع بعض إن شاء الله. طبعاً بعد ما أخذنا المخرج من الجسر، نأخذ الجسر نروح يسار باتجاه كان رايحين ساحة المزروعة، باتجاه جهة الغرب، وهذا جاينا أول دوار، عفواً ثاني دوار، نأخذ الثاني دوار ونرجع مرة ثانية. أرجع كأني راجع مرة ثانية إلى جسر المصلال، وهذا هو المشروع. شوفوك هذا، شوف هناك اللفة الأولى. بعد ما رجعنا ناخذ يمين، وهذا هو السوق. شوفوا هذا هو. معي الإخوان في العلاقات العامة وزارة الاقتصاد، كل الشكر لهم والتقدير، أخوي طارق السادة. وهذه الأسواق من برا، شوفوا طبعا لقطات خارجية، شوفوا شلون صارت نقلة نوعية وكبيرة، والحمد لله في مسافة. شوف شلون سوق المصلال، أسماك، خضروات، فواكه ولحوم. هذا واحد من ثلاث أسواق موجودة في الدوحة. ندخل معاكم الآن داخل إن شاء الله، ورح نتجول في الأسواق أو المجمعات الثلاثة، أسماك واللحوم والخضروات، ونشوفها مع بعض قبل افتتاح مساء اليوم. طبعا اللمسات الاخيره قاعدين نشوفها مع بعض الان، عمال لكن هذا كله خلاص على صلاه المغرب ان شاء الله اليوم، هذا كله خلاص. والله اخوي طارق السادة راح يرافقنا ان شاء الله. خليك والله راح يرافقنا ان شاء الله من وزاره الاقتصاد، وراح نشوف نتعرف من الداخل شنو. طبعا هذا النظام راح يكون جديد مثل ما نشوف مع بعض. طبعا راح يشرحوا لنا الان الربع كل شيء. نشوف يعني هذا احد المحلات الموجوده، واجارهم 2000 ريال، هذين اجارهم 2000 ريال، والكبير 2500. 61 محل يشغلهم 83 تاجر، مثل ما نشوف هم نفسهم اللي كانوا في السوق المركزي القديم، تم نقلهم الى المركزي الجديد في المصر. معهم ايضا 12 تاجر جديد. هذه الجوله طبعا عامه، راح تشوفونها ان شاء الله لما زيارتكم باتر صباحا بالطريقه هذه. هذا طبعا موقع لتنظيف الاسماك مباشره، تاخذ الاسماك تجي هنا تنظف على طول مباشره، والمزاد ان شاء الله راح يبتدي الليله. طبعا ايضا خدمه متوفره، عربات للتسوق بشكل مناسب ويناسب الاحجام ويناسب ايضا الكميات راح تاخذها، وهي مجانيه. طبعا هناك 16 مكتب في الدور العلوي لمتابعه عمل السوق، ومثل ما نشوف ايضا مزود بكاميرات المراقبه 24 ساعه. طبعا يرافقنا اخوي عبد الله بن خليفه الكواري، اخوي طارق الصاده، واخوي محمد رشيد في هذه الجوله، ويطرون هذا كلهم. طبعا داخل هذا الباب الكهربائي في ساحه المزاد، وراح تفتح ان شاء الله من الليله مباشره. الحين احنا هنا تنزيل الاسماك، هنا حق المزاد، ساحه المزاد التنزيل. تنزيل هم جاهزين الحين كلهم، بس انا مسكر هذا المدخل ايضا الى ساحه المزاد. شوفوا هذه كلها ساحه مزاد، هذا الباب يتكلم عنه قبل شويه، وهذه ساحه المزاد. هذه الاسماك المحليه راح يبتدي بعد صلاه المغرب مباشره. حلو. بعد صلاه المغرب من الليله، من اليوم. اليوم نعم. اعتبارا من بكره بيكون المزاد الصباحي. صباحا بات الصباح بيكون الاسماك المستورده. الاسماك المستورده. طبعا الجميل والايجابي في هذه المره ان نشوف ساحه المزاد كلها مكيفه بنظام تكييف شفط ودفع لتنقيه المكان ونظافته. طبعا الدور العلوي اللي تشوفه هذه كلها مكاتب خاصه للجهات الحكوميه ذات الصله بالسوق المركزي.
الحين إلى ساحة الخضار والفواكه، وأيضا من ضمن الخدمات المقدمة واللي تم نقلها أيضا إلى سوق مصلال المركزي. هذه الفواكه والخضروات فريش، طريقة عرض جديدة ومكيفة صراحة، جو وايد بارد حلو ما شاء الله. شوف شلون النظام والترتيب، شو صار، كل شيء طازج. أربعة تجار جملة واثنين تجزئة، بس التعديل قلت لكم غلط قبل شوية. فلورنز العالمي شنو هو؟ ما ادري شو السالفة. هذا مشتري يبيع. حلو، نفس الفكرة هناك ولكن بشكل مصغر ومناسب. وقلت لكم هذا السوق من ضمن ثلاث اسواق راح يتم توزيعها على مناطق الدولة. طبعا ورود، زراعة، كلها طبعا مناسبة ومكان مكيف ومجهز. هاي طبعا جهة خلفية للسوق، ندخلها مع بعض وبنوصل الآن إلى المقصب. ندخل مع بعض المقصب، قالوا لي في جهتين في المقصب مقسوم إلى قسمين. جهة اليمين مقصب الجمال، اليسار مقصب الأغنام. الجديد اللي شفناه صراحة واللي عجبني هي نافذة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الساحة الداخلية للجمال. نشوف الآن هي اللمسات الأخيرة، واليوم إن شاء الله مساء هذا كله يكون جاهز ومكيف. هذا قسم خاص للجمال، هذا الجزء الخاص بالأغنام مجهز تجهيز كامل، وإن شاء الله مساء اليوم راح نشوف الافتتاح الرسمي بإذن الله تعالى. هذه الساحة من الداخل شو مجهز، أيضا تنظيف، الماء، الصرف الصحي، كل شيء مجهز مثل ما نشوف. وهذا طبعا عينة موجودة للأغنام، وراح نشوفها اليوم في المكسب إن شاء الله مباشرة. كان مجهز أبد ونظيف صراحة. لنا زيارة ثانية الأسبوع القادم بتسوي زيارة صافي. يدخل من هذا الممر مباشرة ويطلع إلى فوق، أو من برا من ذاك الجهة إلى المقصب مباشرة. يمشي بهذا الاتجاه على فوق ويدخل إلى المقصب. شفت الفكرة شلون؟ أنا اخترت الخروف، يدخل في هذا الممر الأزرق اللي تشوفه ويطلع فوق ويدش المقصب. لكم يطلع فوق، يدخل على هذه الجهاز على هذه الطاولة ويدش إلى المقصب داخل، وهذا احنا واقفين هناك برا. المكان طبعا اختلف اختلاف كلي، مكيف مجهز، وأيضا النظافة موجودة. ميزة في الفكرة الجديدة ل السوق المركزي انك تدخل تاخذ اللحم والدجاج والاسماك والخضروات وتطلع. هذا طبعا للدواجن ايضا مفتوح وموجود. ابد يعني لا تشيل هم كل شيء. هذه اللحوم مثل ما نشوف بعض المحلات بدات فعلا اساس انها تبتدي تبلش من اليوم ان شاء الله البيع من بعد صلاة المغرب بشكل رسمي. طبعا الجميل اليوم ما في اي حد يشتغل حماري، ما في اي حد يدش السوق يشيل لك يقول لك انا حماري، لا، الامر اصبح تنظيم اكثر ولبس موحد. واللي عنده ايضا تموين يقدر يحصله هنا بعد، ما عنده مشكله. ايضا المكان مجهز للتموين، وهذا هو هذا السوبر ماركت، يوفر كل الاساسيات المطلوبه، كل الاساسيات المطلوبه يوفرها لك ايضا بالجمله.
مفرق وجملة اللي تبغيه موجود من أساسيات وأسعار مناسبة ما يحتاج تروح أي مكان. طبعاً في الخلف في مخزن خاص الأعلاف والمواد التموينية رح إن شاء الله اليوم مساءً رح يتم تدشينه بشكل رسمي. هناك توسع إن شاء الله مستقبلية لهذا السوق بإضافة السوق المزروعة أو ساحة المزروعة إن شاء الله رح تعتمد قريباً بإذن الله تعالى. هذا مصنع للثلج لمن يرغب. هاي طبعا السوق مبرع، هذا السوق كامل من برا نوصل لغاية المسجد. إضافة إلى دكك الأسماك والمحلات الخضار والفواكه والمكسب الآلي، طبعا في محلات إضافية، في مطعم، في محل لبيع القهوة، في محل لبيع القهوة، في محل لبيع الألبان والعصائر مثل ما تشوفون، في محمصة، في كثير شركات ثانية، محل يبيع الأدوات البحرية. مجموعة المحلات الملحقة بالسوق باحتياجات المنطقة نفسها، طبعا بعضهم راح يفتتح اليوم، بعضها طبعا فأعطوهم فرصة أن يفتح براحة. طبعا تم اعتماد الميزان الالكتروني، وهي ثلاجة، وهذه طبعا ساحة للعرض. تشوفونها فاضي صح، وانا بعد سألت نفس السؤال، ولكن اتضح ان عقب المزاد راح ينترس هذا كله كامل بانواع الاسماك. طبعا بعد صلاة المغرب يعتبر مفتوح بشكل رسمي، بامكانكم الوصول له والشراء منه وكل شيء، وبتشوفون كل شيء موجود باذن الله. هذا اللبس المعتمد لمحلات التجزئة اللي هو الكحلي، طبعا زي موحد، هذا التجزئة للجميع، نفس اللون هذا ونفس الشكل فقط. طبعا تشوفوا هذا لون من ضمن الألوان المتعددة راح تشوفها، طبعا لكل مهنة لون معين، هذا فقط هذه التجزئة تكون لون الكحلي فقط. الجديد أيضا هذه اللائحة اللي كان السابق ما ندري عنها، ولكن الآن تم اعتمادها بشكل رسمي، وهذه هي قدامكم. انتهت الجولة، وأعتقد أن الصورة اتضحت للجميع الآن. سوق يجمع اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه. الموقع نفس اتجاهك لساحة المزروعة سابقا، تأخذ الدوار ترجع مرة ثانية، بتقعد السوق على يمينك في منطقة أم صلال. جهود كبيرة نقدرها لإخواننا عبد الله بن خليفة الكواري، أخوي طارق السادة، وأخوي محمد رشيد على مرافقتهم لي، وأيضا الاطلاع على هذه التجربة. هو سوق من ثلاث أسواق، أعتقد حطيت لكم البوست قبل مساء أمس، في الوكرة، في السيلية، وأيضا في أم صلال. اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى سيبدأ العمل الرسمي لهذا السوق، سوق أم صلال. حياكم الله، تعالوا واستمتعوا واشتروا. هذا السوق من برا، مواقف مظللة، محلات، بقالة، وكل شيء موجود، حياكم الله. هناك تقع ساحة المزروعة، المنطقة هذه كل هناك، تاخذ دوار ترجع، وانت جاي من دوار مصلال تاخذ دوار ترجع وتيجي على السوق.